دخول حيز خدمة مصنعنا اللي راح يكون متواجد وراح يدخل حيز الخدمة إن شاء الله في أكتوبر 2024 كمرحلة أولية بداية التركيب، ثم مرحلة ثانية عملية التصنيع الفعلي للسيارات. وأيضا نحب نبشركم أنه راح يكون موديلات جديدة لشركة شيري. قمنا بدراسة السوق وعرفنا الشيء اللي يحوس عليه الجمهور الجزائري، معناتها حيكون بموديل جديد في السوق الجزائرية مستقبلا من طرف شركة شيري حسب القدرة الشرائية وحسب ما يرغب به الزبون الجزائري.